السلام عليكم، شلونكم عيني طلاب المرحلة الرابعة؟ احنا كملنا 6 units، اليوم راح نبدي بيونت 7 اللي هو الـ Ambiguity. فإذا تسمحون طلعوا لي page 56 Ambiguity the multiple meanings of ambiguity. شباب، اولا الامبيجيوتي المعنى العام لها هو عدم الوضوح او الغموض، بس احنا المقصود بها هنا بهذا التابتر هو two different interpretations of the same words or the same sentence. يعني كلمه واحده بها معنيين او تفسيرين او جمله او عباره تنطي تفاصيل مختلفة. بالفصل هنا مقسم الامبيجيوتي لأنواع مختلفة حسب الليفل اوف لينغويستكس، يعني اما الامبيجيوتي بسبب الفونولوجي اللي هو مسميها فونولوجيكال امبيجيوتي، طبعا هو بادي بالسبيتش اكت امبيجيوتي، هسه راح نحكي عنها، بعدين الفونولوجيكال امبيجيوتي واللكسيكال ambiguity والجراماتيكال والسنتاكتيك. راح اقول لكم هسه بالضبط ايش تعني كل واحده من عندهم وشلون ممكن انه نفهم كل واحده من عندهم وامثله عليها وشنو المطلوب، لانه راح نحذف هوايه من الفصل، يعني مو كله مطلوب. اول شيء هسه مثلا نجي على بيج 56 هاي انتروداكشن، مو ضروريه أنا ما أريدها. إذا نجي على page 57 أيضا مو ضرورية، مجرد introduction مو ضرورية نفهمها. تعالوا لي على النوع الأول من الambiguity، the speech act ambiguity. قبل لا نفهم شنو يعني the speech act ambiguity، خلينا نرجع مرة ثانية على فكرة the speech act. إذا تذكرون بالمحاضرات السابقة أنا قلت لكم بأنه هي نظرية، هاي طلعها واحد اسمه أوستن and some other linguists in which they distinguish between two types of acts. One of them هي in fact three types of acts، لكن the most known or very well known acts are locutionary and illocutionary act. احنا التركيز اكثر شيء على الالكيوشنري. الالكيوشنري اكت هو الستيتمنت اللي ما بي اي اكشن يترتب على القول، يعني بس اعيد لكم فكره السبيتش اكت ثيوري هو هاو تو دو ثينكس باي سينج ووردز، اذا تتذكرون تو دو ثينكس باي سينج ووردز. ففكره الالكيوشنري اكت ما ستيتمنت، يعني أي statement عادية اللي هي ما تترتب عليها أي act، مثلا I like English، I like to eat some fish، okay؟ ما يترتب عليها action. لكن من نعطي أمثلة، من أمثلة تذكرون المثال البريست اللي حكينا عنه بالchurch، هو موجود هنا عندكم هسه بصفحة 58. هذا واحد من الأمثلة المهمة على الإلكيوشنري أكت. In a church، in a wedding ceremony أو marriage ceremony، تشوفوها هاي page 58، someone says for instance I do take this woman to be my lawfully wedded wife. Now this is not a mere statement. It is not just a statement. When a man in a church, in front of the priest and in front of all the attendances, the man's relatives and the woman relatives, and they are watching what's going on, and there are so many witnesses, when a man says these words, I do take this woman to be my lawfully wedded wife, now the life of this man would change from single to married. It is not just words. There is some action.
اوكي الاكشن هو انه تحول هذا الشخص من سنجل الى مارد. هذا ايش نسميه؟ اللوكيوشنري اكت. يعني they are not just words, sentences or phrases, but there are some actions that follow these words. اوكي او مثلا من واحد يجي طفل سهل نعطيك مثل ثاني نقول someone says I named this baby Charles. Now these words are not just words. There is an action. What is the action here? The action is that this baby would have the name because of these words for the whole of his life. عمره كله راح ياخذ هذا الاسم. فإذا ترتب عليها action. هذا شيء يسموه again يسموه illocutionary act. هذا هسه شنو علاقة هذا الموضوع بالambiguity اللي هو موضوعنا اللي احنا سميناها speech act ambiguity. علاقته واضحة بأنه لما واحد يقول كلمات معينة when you are uttering some words, some sentences, some phrases, المتلقي اللي دا يسمع هذا الكلام شلون راح يفسر هاي الـ 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 الكلمات؟ هل يفسرها كلوكيوشنري او اللوكيوشنري؟ وهذا موضوع مهم جدا، لانه اذا فسرها اللوكيوشنري معناها المتلقي ما راح يقوم في اي اكشن، راح يقوم مجرد راح يسمعها مجرد كلمات يقول لا ايه صار خلاص. لكن اذا فسرها اللوكيوشنري راح يبدي يتحرك ويقوم باكشن معين فهمها بشكل صحيح. خلينا نعطي مثل، نفس المثل اللي موجود عندكم صفحة 58. إذا شوفوا لي إياه تقريبا في منتصف الصفحة. واحد جاي راجع من البيت تعبان، إجا على مرته وقالها I'm very hungry today. I'm very hungry today. شوفوا كم كلمة 1, 2, 3, 4, 5 words. لكن هاي الفايف words ممكن تتفسر 6-7 تفاسير مختلفة حسب شنو اللي ممكن يفسرها. العلاقة بين the man and his wife, whether he is tired, the way he is saying these words, is he angry, is he relaxed, يعني حالته النفسية أو غيرها. يعني مثلا من التفاسير اللي مكتوبة هنا بالكتاب he is asking his wife to give him an early lunch. هم متعودين يتغدون الساعة 4. اوكي اجى الساعة 2 وقال I'm very hungry today. معناها الزوجة راح تفهم زوجها راح تقوم مباشرة تروح تسوي اكل وتقدم الاكل من الساعة 4 للساعة 2:30. هو ما قال هذا الحكي لكن هي افتهمت، صار اكشن ترتب على هاي الوردز اللي هي I'm very hungry today، صار اكشن معين. شنو هو الاكشن؟ الاكشن انه ترتبت على الزوجة انه تقدم له early lunch. اوكي جوز فتشي سناكس فتشي خفيف. وشنو الاكشن الاخر اللي ممكن يترتب؟ ممكن الاكشن انه يفهمها بانه البريكفاست that they had together in the morning was not that good, was not enough. يعني كان المفروض البريكفاست يكون شوية يشبع اكثر حتى ما واحد يجوع من وقت. هو من كل هذا الحكي ما حكى بس هي راح تفتهمه بهاي الكلمات. فراح تاخذ هذا الموضوع وجوز حتى ما تجاوب تقول له إيه افتهمت انه هذا البريكفاست، لكن ثاني يوم راح تبدي شو تسوي؟ كل البريكفاست يكون ارتب. شوفوا هذا صارت امبيجيوتي، طالما صارت different interpretations of the same speech act so we have ambiguity. اذا تفسر كلوكيوشنري I'm very hungry today، تفسر كلوكيوشنري لا شنو راح يترتب عليه؟ ما يترتب عليه اي شيء مباشرة. يعني الزوجة الوايف does not respond because she interprets the words or the sentence that his her wife has uttered as cautionary. So there wouldn't be any action. Okay. هذا المثل هذا كافي على speech act ambiguity اللي هو بصفحة 58. زين بس أو المطلوب من عندكم إنه تيجي تسوي
تنطي speech act فكرة عامة على speech act وعلى ال two different actions of speech act. Who mentioned speech act؟ قلنا أوستن. Locutionary, elocutionary. What does locutionary mean? What does elocutionary mean? You give example about speech act, and then you give me an example about the speech act ambiguity. Okay. هذا بالنسبة لل speech act ambiguity. زين النوع الثاني من الامبيجيوتي طبعا مثل ما تعودنا بالمحاضره بالصف انتم تخلوا لي خط جوه فقط الاشياء اللي انا اريدها اللي اطلب بها الباقي اللي ما احكيها انتم ما مطالبين بها. النوع الثاني من الامبيجيوتي هو الفونولوجيكال امبيجيوتي. فونولوجيكال امبيجيوتي الفونولوجيكال امبيجيوتي انتبهوا لي هسه راح الفظ عبارتين بس اردكم تميزون بيناتها. A name. زين غيرها. How strained. Ice cream. هاي العبارات الثلاثة من لفظتها حسيتوا اكو فرق؟ لا تردون تعيدوها بالفيديو، تعيدوها مره ثانيه حتى تسمعوها من جديد. حسيتوا اكو فرق بيناتها؟ تقريبا ماكو فرق، لكن هي اذا الفظها ويا الجنكشر يسموه الجنكشر اللي هو التوقف، مثلا يقول an aim how strained صار question house trained. شوف دخل الجنكتشرز هسه من خلال الجنكتشرز اللي هو التوقف صارت واضحة، لكن هو بال everyday speech where we pronounce there are no junctures. Most of the junctures are deleted while we are talking. ماشي. طيب إذا هنا شنو اللي حدد الفونولوجيكال ambiguity؟ شنو سبب الفونولوجيكال ambiguity؟ السبب ببساطة the missing junctures. If we don't identify where the juncture is, we cannot understand the speech. Okay. يعني ice cream اللي هو ice cream و I scream يعني أصرخ عيط. أوكي ليش آيس كريم مثلجات. أوكي طيب إذا الفونولوجيكال امبيجيوتي اللي حددها منه اللي حددها الجنكتشرز. If there is no juncture there would be a clear phonological ambiguity. أريد الأمثلة هاي. A name, an aim, house trained, ice cream. اوكي هسه انا راح اعطيكم واجب، يعني مو واجب هو سؤال بسيط بدكم تجاوبوا لي اياه بالجوجل كلاس روم حتى اشوف جايين سمعتوا هذا الفيديو ولا ما شفتوا، حتى اشوف منو اللي سمع الفيديو ومنو اللي ما سمعه. تبعوا لي على هذا المثال. Why are beautiful girls like hinges? Because they are things to adore. أكو ambiguity, phonological ambiguity. هنا أريدكم تشرحوا لي إياها. السؤال explain the phonological ambiguity in these two sentences. أكرر صفحة 59. Why are beautiful girls like hinges? Okay. Because they are things to adore. شنو سبب الphonological ambiguity هنا؟ وشلون how can we resolve the ambiguity؟ شلون نقدر نحل الambiguity؟ هذا سؤال أريدكم تجاوبوا لي إياه بالجوجل كلاس روم لجوه. طبعاً ورا ما تجاوبون أنا راح أعطيكم الجواب. النوع الثالث من الambiguity هو lexical ambiguity. lexical ambiguity. إذا نرجع على lexical relation اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة اللي هي الهومونومي وال بولوسومي وغيرها اللي أخذناها،
إلها علاقة مباشرة مع اللكسيكال ambiguity. زين. Words which are identical in spelling and also in pronunciation but different in meaning. منو هاي الهمونومي؟ شوفوا لي صفحة هسه 60، صفحة page 60. Page 60. اوكي. صفحة 60 لي فوق اكو أمثلة. شوفوا life depends on the liver. Life depends on the liver. شلون تتفسر؟ تفسر بأكثر من طريقة. شنو سبب الامبيجيوتي هنا؟ Life depends on the liver. شنو سبب الامبيجيوتي؟ سبب الامبيجيوتي that we have two different meaning of the word liver. Liver بمعنى الشخص اللي يعيش بالحياة، والliver بمعنى الكبد. فتعتمد الحياة على الكبد. حتى من الترجمة هنا أيضا مشكلة، اللي هو شغلنا الأساسي، ممكن ترجمها تعتمد الحياة على الكبد وتعتمد الحياة على الشخص اللي يعيشها. هو شلون يعيشها؟ شوفون شلون. I like that table. شنو سبب الامبيجيوتي؟ ambiguity التيبل. ليش التيبل؟ التيبل ممكن يكون طاولة، وممكن يكون هذا الجدول، جدول بالكتاب أو فتشي. John is drawing a cart. Drawing هنا سبب الامبيجيوتي. ليش؟ لأنه بها معنيين، معنى رسم، رسم عربة أو يجر، يجر العربة. تشوفون يعني راح تترجم هنا يجر جون عربة، يجر جون عربة، أو تترجم يرسم جون عربة. شلون نقدر نعرف؟ من السياق. لذلك السياق مهم بالترجمة. He lives near the bank. The bank أخذناها أيضا. زين. هاي. As for me tomorrow. As for me tomorrow and you shall find me a grave man. هذا مقطع من شكسبير أيضا. هذا جاوبوني عليه، سؤال اللي جوا جاوبوني عليه. وين الامبيجيوتي هنا بهذا الـ بهذا البروفيرب شو نسميه، السينج، whatever you call it by Shakespeare. So you have to explain this as I explained the four above sentences. شلون ترجمت أنا life depends on the liver؟ أريدكم ترجموا لي هاي وتقولوا لي شنو سبب الامبيجيوتي. أوكي. زين. إذا تجوا لي على المثال الآخر اللي هو الهاملت. هاملت. A similar term of ambiguity, ambiguity rising out of polysemy. Polysemy. شوفوا اكو هذا حوار بهاملت، مسرحية شكسبير بين بولونيوس اند هاملت. هاي راح افسرها انا، تجاوبوا لي فقط ذاك الفوق. هاي انا راح افسرها. يقول بولونيوس، what do you read my lord. هاملت جاوبه words. Polonius, what's the matter, my lord? Hamlet, between who? I mean the matter that you read, my lord. شوف وين صارت الامبيجيوتي هنا. صارت الامبيجيوتي بكلمة matter. بكلمة matter تخربط كل السيناريو. لأنه what's the matter من قال Polonius، من دا يقول له what's the matter، شفتهم هاملت، افتهم ما افتهم على المواضيع اللي يدرسها، افتهم قال له what's the matter between who and who، يعني ما الذي حصل، مو ماذا تقرأ، ما الذي حصل، شو ما الذي حصل وين وماذا تقرأ وين. هو بولونيوس من دي يسأل what's the matter، دي يسأل على ماذا تقرأ. Okay, I mean the matter you read, my lord. All right. They يسأله على شنو بدأ تقرأ. هو هاملت شفتهم. طبعاً أنتوا إذا تأخذون هذا النص كله وتخلوه بسياق المسرحية مع هاملت راح تفهمون ليش صار هذا الحوار. بس هسه إحنا مو بصدد هذا. المهم فقط هذا
هذا الحوار اللي أريده، أنه كلمة matter هي اللي حددت الambiguity. ليش؟ لأنه بيها two different interpretation، اللي هي بس الديفر انتربريتيشن هنا يعتمد على البوليسمي، مو مثل الأمثلة اللي سابقة اللي هي كانت هومونومي أو هوموغرافس أو هوموفونز. أوكي، ما أريد أنطيكم بعد أمثلة، هذا أعتقد هذا كافي، هذا إن الأمثلة الفوق وهذا المثل كافي على اللكسيكال أمبيجيوتي. بس هذا المثال مهم اللي هو مقطع من مسرحية هاملت لويليام شكسبير. أوكي، هذا الفيديو راح يتوقف لهنا، هذا تقريبا راح يصير 21 دقيقة، يتوقف لهنا. راح نشره الآن في الجوجل كلاس روم وأريد الأجوبة اللي عليه، وراح أسوي فيديو ثاني أيضا لأنواع الأخرى من الأمبيجيوتي. تحياتي لكم، ونلتقي في المقطع الثاني والجزء الثاني من هاي المحاضرة.